شو رايك انت كمواطن في القرار ديال الحكومه على الابقاء على الساعه الاضافيه طول السنه؟ اش نقول لك اخويا العزيز، الله يعفو على هاد العثماني، والله يعفو على هاد الناس اللي في جنبو، راه كلاو لنا دمنا وشربوا لنا ودابا تياخذوا لنا من وقتنا، وهادشي راه ما مسلكش. اللهم يخليو لنا الساعه العاديه كتمشي عليها الصالات وكيمشي عليها كلشي، وما تيديروا بحساب داك الناس اللي خدامين والسيتياسيون الدرويشه والناس اللي هما على قد الحال ما كيديروش بحسابهم، وهادشي تنطلبوا من الله يعفو عليهم، والله يدير لنا شي مسلك خير مع هاد الناس. الساعه ما عندنا ما نديروا بها. بالنسبه ليا كمواطن، الساعات اللي زادوا لينا صعيبه علينا بزاف، بالنسبه لينا القرايه ديال الدراري ديالنا، بالنسبه لينا حنايا في من ناحيه ديال الخدمه ديالنا كنتكرفصوا معاها بزاف. حتى الوقت ديالنا ما بقيناش كنعرفوا واش حنا النهار تندوزوه بالتوقيت ديالو العادي ولا بالتوقيت الاخر، ما بقيناش عارفين، ولينا حرنا. الدراري دابا تبغي تدي الدراري الصباح المدرسه خصك تنوض الدري بكري الصباح بكري، تنوضو مسكين وما يقدرش ينوض، تبقى معاه مسكين شحال، وانت كدير تساعد معاه باش عاد كتفيقو ودير المدرسه تفطرو ودير المدرسه، كنلقاو مشكل صعوبات بزاف. حنا براسنا كنخدمو كنجيو الصباح خصك تسمعني تجي فين توصل الخدمه ديك تلقى بشعرك النهار. انا بالنسبه ليا عاديه، ما بالنسبه للمواطن المواطنين بالنسبه كاين عنده مشكل، كاين عنده الدراري الصغار مثلا تيقراو وكذا، كي غيدير تيفيقهم وكذا، وتنتمنى من هذه الحكومه تجي شي حاجه اخرى. وتنظن هذا الشيء هما راه غير بالنسبه لنا، حنا دوله مغربيه ما عندناش الحريه ما عندناش الديمقراطيه، تينفذوا تاهما التعليمات الساميه بصافي. الله يعفو عنا بشي حكومه اللي كتخدم بلادها واللي كتقلب على المصالح ديال المواطن، البنيه التحتيه اللي هما العمود الفقري ديال البلاد، وهاد الناس هادو اللي جالسين على المناصب باش راه تيشوفوا غير احوالهم ولولادهم، والساعه تفيق مرتو خاصها ما ديرونجاش تنعسها تعيا وتنوض في خاطرها، وهو كذلك ولادهم كذلك، والرساله غاديه ولاد الشعب والناس الدراري واش خاصهم يحضروا في الوقيت ديالهم. راه القهره هي هاي، راه القهره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بغيت منهم الا كانوا ممكن يقدروا يحيدوا لنا السعاده ويخلونا في التوقيت ديالنا العادي بحال اللي كنا بشحال هادي، باش حتى حنا نبقاو مرتاحين ونعرفوا هذا، نقابلوا شغلنا ونقابلوا وليداتنا على خير وبخير، ما يبقاش مكرفسين حنا وليداتنا بحال هكا.